تجينا بعد ما فات الأوان. الله يمسيكم بالخير، يا هلا وسهلا، يا مرحبا. يمين القلب ما يدعم ولا يهدى ولا يرتاح، أما قلبي يا روحي ما يقدر يشيل جراح. يبيلك عين ما تسمع وشوق ما عرفنا، وخل ما عشقت هو على كيفك إذا وقل وين. يبيلك قلب ما يدعم. كان سعيد أن أشارك في هذا الموسم، موسم الرياض، وشكرا الى هيئه الترفيه ومعالي المستشار التركي آل الشيخ، وشكرا الى روتانا واخوي سالم الهندي، وان شاء الله نقضي سهره جميله ممتعه في الجمهور اللي قاعد اشوفه. تعالوا كل شيء صار في بعدك يذكرني، دروبك ضحكتك طاري وريح العطر باسمعكم. تعال يا سلام بغيابك يصبرني اخاف. في البوم قادم ان شاء الله، يعني يتكون من 5 اغاني او 6 اغاني وميني البوم يعني، فان شاء الله بيكون من الحان خالد الشيخ ومن الحاني ومن كلام فتحية عجلان وعلي مساعد، ولأول مرة أو ثاني مرة مع عبد القادر الهدود، أحمد الصانع، كثير من الأسماء الجميلة. ويعني لما تغنى في المملكة العربية السعودية كأني أتغنى في بلدي وبلدي الثاني. وطبعا لا شك أن أنا أكن لهم كل احترام والتقدير، وأتمنى أن نقدم عمل جديد بيكون نتمنى أن أخوي سالم الهندي يجمع كل فنانين روتانا في حب السعودية. أنا وحظي رجعنا كل